ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. لا تزال لغة الرصاص ضد المتظاهرين في العراق هي سيدة الموقف في التظاهرات المستمرة منذ 4 أيام. لماذا لا تحسن الحكومة سوى لغة الرصاص؟ لأنه باختصار النظام السياسي عقيم وليس لديه حلول لمشاكل الناس، يعني هذا موضوع مفرغ. ثانيا، أن اليوم العراق مستباح، هناك حكومات متعددة في العراق وهناك أجندات خارجية في العراق لها استخباراتها وأجهزتها وميليشياتها، كل ذلك يعني سيتحالف مع السلطة الفاسدة في بغداد لقمع أي محاولة التغيير. كيف قرأت وتابعت كلمة عبد المهدي بالأمس؟ يعني واضح أنه كلمة مربكة، الناس لم تعد تحتمل الوعود، صار لها 16 سنة يعني تحصل على وعود والأمور تزداد سوءا. المظاهرات المطلبية للناس يعني لاستعادة حقوقها المنهوبة خلال 16 سنة من البطالة ولا تعليم ولا عمل ولا يعني علاج، يعني هناك سلسلة من المشاكل الحياتية للناس هي المحرك الرئيسي في هذا الموضوع. أما استمرار تخويف الناس من مسألة أجندات ومش أجندات وتحليلات يمين ويسار، فأنا بعتقد يعني الكل سيحاول الاصطياد. لا ننكر أن هناك محاولات أجندات للتدخل في كل الاتجاهات، لكن زخم الشارع وزيادة الناس في الشارع سيكنس الأجندات والنظام السياسي العقيم معا. يعني لن تجد الأجندات مجالها في الشارع الواسع في الجماهير ذات العدد الكبير. الضمان الوحيد لنجاح أي متغيرات وفرض أي حقوق أو استرجاع أي حقوق للمواطن والوطن تقتضي نزول الناس بالملايين وبشكل سلمي. كيف تابعت يعني تعاطي أو ردود فعل المتظاهرين بعد كلمة عبد المهدي؟ يعني واضح أنهم لم يأخذوها على محمل الجد، يعني لا أحد اقتنع في كلام عبد المهدي. والأهم من عبد المهدي أن حتى بيان المرجعية لم يلقى أذانا صاغية في أوساط الشباب المتظاهرين. وأنت إذا بتلاحظ الشاشات المتظاهرين كلهم في أعمار العشرينات وما دون العشرينات، يعني هؤلاء متى كانوا يعني متى تعلموا أن يخدموا أجندات؟ بعدهم أطفال. يعني حركتهم مظلوميتهم في الشارع، حركتهم سرقة أموالهم وسرقة بلدهم وطموحاتهم. يعني فأنا أعتقد أنه وإحنا تحدثنا عبر قناتكم من سنوات وعبر كل الإعلام الفضائي أن العراقيين سيصلوا إلى هذه اللحظة في الشارع ولا خيار لهم غير الشارع، يعني في المحصلة النهائية، لأن هذا النظام اللي فقد إرادته وسيادته على وطنه وثرواته وبددها وبنى نظاما فاسدا يحافظ على مكاسب على المكاسب وعلى تبديد الثروات وعدم تنمية البلد، بالتأكيد هذا النظام طيب لابد من أن يواجه حسين بالجماهير الواسعة. ما عندك حل. يعني رئيس الوزراء عبد المهدي دفع عن إنجازاته أو إنجازات حكومته، إذا كان لحكومته إنجازات، ما الذي يمنع من مناقشة برنامجه أمام البرلمان؟ يعني البرلمان هو خصم ولديه وهو مشكلة في نفس الوقت وليس جزءا من الحل. عبد المهدي، وأنا عندما أتحدث عن النظام السياسي عقيم في العراق فإن العملية السياسية برمتها والنظام السياسي برمته عاجز عن إحداث إصلاحات أو آليات، عاجز عن تغيير في هذا النظام السياسي بالآليات اللي أكذوبة الديمقراطية أو التداول السلمي للسلطة. ما ممكن هذا النظام السياسي الفاقد لسيطرته على ثروات البلد والفاقد قرار الوطن المستقل أنه يقدر يعاود ترميم نفسه. العامل الإيراني عامل فاعل في العراق، كيف ترى تعاطي العامل الإيراني مع التظاهرات العراقية؟ يعني أنا ليس لدي معلومات محددة عن العامل الإيراني، بس الإيرانيين سياساتهم براغماتية. الإيرانيين لن يركبوا في المركب الغارق، والإيرانيين في المحصلة النهائية سيتعاملوا مع أي مستجدات وأي واقع جديد لا يعنيهم سين أو صاد.
الإيرانيين لهم مصالح، عندما تفشل تحقيق هذه المصالح بالطرق العنفية عبر نظام فاسد مستبد فليرحل، وإلا الإيرانيين سيبقوا يبحثوا عن مصالحهم بكل الوسائل الأخرى المتاحة. انظر إلى الإيرانيين في البحث عن علاقاتهم بالخليج حتى اللحظة، كل الصراعات القائمة ويتحدثون عن علاقات وتجارة وأمن وتعاون. فلماذا لا يكون العلاقة الإيرانية العراقية مع نظام سياسي رزين مستقر في حال أفضل؟ شكرا لك أستاذ حسين العليان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.